في 2011 مشيت بالعائله ديالي للمغرب عطله في 27 في 7 وقعت لي واحد الحادثه قريب بني درار، تحرقت لي السياره كنت بها بالعائله، مشات لي تما فيها الفلوس، مشاو لي الاوراق، مشاو لي كل شيء. من بعد جوج السوايع عاد جات رجال المطافئ وعاد جاو رجال الدرك، خداو السياره ديالي في الديباناج، ما عرفتهمش فين خداوها. من بعد لغد ليه رشيت الجدرميه كندير المحضر ديالي، درت المحضر بقيت عامين وانا كنقلب على المحضر ديالي بين المحكمه دوجده والرجال الدرك في بني درار. في الاخير تعرفوا بان راهم داروا واحد الغلط، المحضر كان 224 وهما داروا لي 248، اذا عامين وانا كنطلع ونهبط لوجده. من عطوني الملف مشيت الجمارك، لاداره الجمارك، اداره الجمارك قالوا لي خصك تعشر، واش كاين شي واحد اللي كيعشر الرماد؟ انا السياره خسرت عليها 30 المليون ومشات محروقه، ما عندي لا لاسيرونس لا والو، السياره كانت اكسبور. درت شكايات من القنصليه ودائما كيجاوبوني باني خصني نعشر السياره. اتصلت بجميع الجهات، بجميع الجمعيات، وحتى شي واحد ما عاونني في هذا المشكل ديالي. المهم دابا كنتسائل انا والعائله ديالي الصغيره، حنا كل عام كنمشيو للمغرب ودائما عندنا مشكل مع رجال الجمارك، فين مشات السياره؟ كتقول لهم تحرقت، كيقول لك حنا ماشي شغلنا، حنا عشر، حنا ما كنعرفوش هذا الشيء. ملي كتدخل على طنجه كيقول لك حنا ماشي شغلنا، السياره تحرقت، يا حنا ماشي شغلنا، سير عشر. كيقول لك السيستم ما كايناش، السياره باقيه على سميتك. دابا عامين من 2011، دابا حنا 4 سنين، ورجال الجمارك كيقول لك خصني نخلص 10,000 درهم و40 درهم تاع البروسي، زائد خصني نخلص الفوريان، والسياره انا ما عارفهاش فين كاينه. دابا الشكايه ديالك لمن كتوجهها بالضبط؟ كنوجه الشكايه ديالي اولا وقبل كل شيء لصاحب الجلاله، لانه هو اللي يقدر يفكني من هذا المشكل. اما جاو الوزاره هنا نتاع الجاليه، قدمت لهم هذه الشكايه، حتى شي واحد كيقولوا لي من بعد الدوسي ديالك غادي نفكروا فيه. هذا هو الجواب اللي كيعطيو لي. واش كتوجه شي رساله للجمارك، اداره الجمارك؟ كنوجه هذه الرساله للجمارك اللي يقدروا يعاونوني، لاننا خسرت 30 مليون وخسرت 5 مليون في السياره، وزايدين خصني نعشر، شنو غادي نعشر؟ ودابا انت تشوف كاين الازمه، انا ما خدامش دابا سنتين وانا ما خدامش، باش غادي نعشر هذه السياره؟ شنو هو المبلغ اللي طلبوا منك ديال العشور؟ دابا مازال ما طلبوش مني، انا مشيت للمدير نتاع الجمارك في وجده، طلبت منه قلت له شنو غادي نخلص؟ قال لي خصك تفوت عند الاكسبير، تفوت عند الاكسبير هو غادي يقول لك شحال تخلص. انا ما عنديش الفلوس باش نعشر، انا اللي شفت في السيت هي كتكون 14 مليون تاع العشور. ما عرفتش دابا هما كيقول لك خصك تعشر هارمات، انا ما عشان نعشر هارمات، كون غير كانت السياره ماذا بيا تكون السياره ديالي باقيه، لو كان غير كانت خلاوها لي باقيه نقدر نخرجها لاسبانيا. دابا السياره ديالي ما عرفتهاش فين راها كاينه.